مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. الإصابة تعرقل مسار عميد المنتخب الوطني المغربي رومان سايس وتبعده عن مباريات فريقه باشكتاش في الدوري التركي. إدارة فيرونتينا تسابق الزمن لانتداب نجم المنتخب الوطني المغربي بعد تألقه رفقة الأسود في مونديال قطر. عبد الصمد زازولي يفاجئ جماهير المغربية بتصريح مفاجئ وغير متوقع بعد تألقهم في المونديال، وهذا ما قاله. رئيس الاتحاد لكرة القدم الفيفا يفاجئ الشعب المغربي مجددا بسبب الإنجاز الغير مسبوق للمنتخب الوطني المغربي في كأس العالم. في خبر مفاجئ، بعد فشل إنتر ميلان في المفاوضات مع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش، فريق عالمي كبير يريد التعاقد مع نجم الأسود بعرض ضخم، ونادي البلوز يوافق على انتقاله. غاب الدولي المغربي غانم رومان سايس عميد المنتخب الوطني المغربي عن مباراة فريق باشكتاش ضد غازي عنتاب اليوم الأحد ضمن الأسبوع 15 من الدوري التركي الممتاز. ووفقا لما أوردته التقارير الإعلامية التركية، فإن قائد الأسود لا زال يعاني من إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022. وحسب نفس المصادر، فإن عميد المنتخب المغربي غانم سايس مهدد بالغياب عن المباراتين القادمتين لفريقه في الدوري التركي إن لم تتحسن وضعيته البدنية. تسابق إدارة فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم الزمن لانتداب الدولي المغربي عبد الحميد الصابيري متوسط ميدان فريق سامبادوريا والمنتخب الوطني المغربي. وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المكتب المسير لفيورنتينا لم يفقد الأمل على الرغم من مطالب المالية الكبيرة لسامبادوريا من أجل التخلي عن خدمات الصابيري. وشددت الصحيفة نفسها على أن إدارة فيورنتينا عرضت مبلغ 5 ملايين يورو إضافة إلى اللاعب المغربي يوسف مالح، لكن فريق سامبادوريا لم يقبل بهذا العرض. وأشارت نفس المصادر إلى أن مسؤولي فيورنتينا ما زالوا يحاولون إقناع نظرائهم في سامبادوريا من أجل التخلي عن خدمات اللاعب المغربي الذي تألق رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر. وأبرزت ذات المصادر إلى أن إدارة فيورنتينا تبدي التفاؤل الكبير بخصوص انتداب عبد الحميد الصابيري نجم المنتخب المغربي، مشيرة إلى أنها تأمل حسم الصفقة قريبا. وتجدر الإشارة إلى أن تألق العديد من اللاعبين المغاربة في كأس العالم قطر 2022 جعل العديد من الأندية الكبيرة في القارة العجوز تبدي اهتمامها بالضم العناصر الوطنية. أكد الدولي المغربي عبد الصمد زازولي أن الإنجاز الذي حققه الأسود في كأس العالم قطر 2022 كان بفضل مساندة الجماهير المغربية، مشيرا إلى أن النخبة الوطنية تستعد جيدا لبطولة كأس إفريقيا. وقال الزازولي في تصريحات صحفية: هذا التطور بفضل الجهد والعمل الذي كنت أقوم به منذ كنت صغيرا، والأشخاص المقربين مني والذين لا ينسون أبدا أن يخبروني بما يجب علي فعله لأجعل الأمور تسير على ما يرام. وتابع الزازولي في تصريحه قائلا: لقد كان العدد المشجعين الذين ذهبوا إلى قطر مذهلا، حيث شجعونا في كل مباراة وكان إحساسا لا ينسى. ماذا سأقول عن فريقي المغربي؟ فقد أصبح الألاف من المتابعين إلى جانبنا، وفي كل مرة تمر فيها في الشارع تقابل المزيد من الأشخاص، وهكذا مع مرور كل يوم. وكان المشجعون في بلدي يتطلعون لرؤيتنا، قمنا بجولة في الحافلة واستقبلونا. هذا المركز الرابع في كأس العالم هو أيضا لهم، لأنه بفضل دعمهم تمكننا من الوصول إلى الدور نصف النهائي. واختتم الزازولي تصريحه قائلا: لقد كانت كأس العالم بمثابة تغيير بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي. في غضون شهرين سيكون لدينا كأس إفريقيا، والتي يجب أن نستعد لها جيدا، ومع رؤية كأس العالم المقبلة نريد أن نكررها مرة أخرى بشكل جيد وحتى أفضل إذا كان ذلك ممكنا. قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اليوم السبت بتوجيه رسالة خاصة إلى المنتخب الوطني المغربي بعد إنجازه الكبير في مونديال قطر باحتلاله المركز الرابع عالميا.
وكتب رئيس الفيفا عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي ما يلي: الوقت يمضي، منذ أسبوعين رأينا المنتخب المغربي يصنع التاريخ كأول دولة إفريقية وأول دولة عربية تصل إلى النصف النهائي كأس العالم لكرة القدم. وأضاف في تعليقه قائلا: مع كرة القدم الرائعة والطريقة التي شجع بها أسود الأطلس منتخبهم مثل المغرب ما تدور حوله كرة القدم عبر العالم. واختتم تعليقه بالقول: في المركز الرابع في قطر 2022 قدموا دليلا آخر على زيادة القدرة التنافسية للعبة العالمية فضلا عن اعتزازهم بإفريقيا والعالم العربي. يسعى فريق نيوكاسل الإنجليزي للتعاقد مع حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي بعد تألقه مع المنتخب الوطني المغربي خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بطلب من مالك النادي السعودي ياسر رميان. وحسب التقارير الإعلامية الإنجليزية فإن نيوكاسل يسعى إلى تخليص حكيم زياش من دكة الاحتياط البلوز ابتداء من الميركاتو الشتوي المقبل. ويستعد نيوكاسل الذي يبصم على مستوى جيد هذا الموسم في البريمير ليغ وينافس بقوة على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد استحواذ السعوديون على أسهمه لتقديم عرض رسمي لتشيلسي من أجل التعاقد مع نجم الأسود حكيم زياش. ويلف الغموض على مستقبل حكيم زياش مع تشيلسي حيث يسعى ميلان للأخير في التعاقد معه عن طريق الإعارة القابلة لشرائه. وجاء عرض نيوكاسل بعد تصريح هراهام بوتر مدرب نادي تشيلسي الذي قال خلال المؤتمر الصحفي بأن أداء حكيم زياش الرائع في كأس العالم لا يضمن أن المهاجم المغربي سيحظى بمكان في الفريق الأول لتشيلسي، مشيرا إلى أن حكيم زياش النجم المغربي لن يفارق دكة الاحتياط في الوقت الحالي. وتألق حكيم زياش رفقة أسود الأطلس حيث لم يكتفي باللعب دور الهجوم بل قام بأدوار دفاعية كذلك، الأمر الذي أشاد به وليد الركراكي مبرزا أن اللاعبين كانوا متأكدين أنه من الواجب علينا أن نعمل كمجموعة. لهذا شاهدنا حكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف نصيري يؤدون أدوارا دفاعية. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.